أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المعلوم أن من جميع مالك من الربا لا يحل أكل طعام، وإني يا صاحب الفضيلة مبتلا بجار حلفه هذا وهو متخلف عن صلاة الجماعة، وأنا أحاول مناصحته وإهداء كتبي والأشرف له، ولكنني في حيرة من أمري بالنسبة لطعامه إذا رددته، حيث يصيبه ذلك بالنفور وعدم قبول النصيب. السؤال: هل آخذ طعامه ثم لا آكله فأتركه حتى يثبت، أم ماذا أعمل؟ إذا كنت متيقنا من هذا الطعام أنه من الحرام فلا تأخذه، وقل اعتذر بي أني لست بحاجة إليه، أو أني أنت متعذرا. أما أن تأخذه وتتركه يكسر فلا، لا تأخذه. وإذا أخذته وأن تعلم أنه من الربا فإن هذا يشجعه على الاستمرار في الربا، ويقول أنك تأخذ وتأخذ ولو في شيء ما أخذ، فكون تتركه هذا مما يدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذا أخذته فإنه ربما يطمئن أكثر إلى ما هو عليه.